ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اطلق سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري التأشيرة السياحية للزائرين الدوليين في مؤتمر صحفي بالعاصمة الاقتصادية للاتحاد السويسري زيوريخ خلال انعقاد مهرجان السينما العالمي بزيوريخ. اليوم يعتبر يعني فرصة لكي نطلق هذه المبادرة الفيزا السياحية لكل العالم، فاختيارنا لسويسرا ما هو كان عن إلا دراسة متأنية من أجل إطلاق هالمبادرة اللي إن شاء الله نتمنى أنها تكون عامل مساعد للشباب السعودي من أجل العمل، وعامل كذلك للأجنبي من أجل البحث عن فرص العمل في المملكة العربية السعودية. الضوابط التي صدرت عن وزارة الداخلية من أجل السياحة أعتقد بأنها تتماشى مع العالم، وأصبحت الآن المملكة ومكانة المملكة العربية السعودية في مصاف الدول. ولا يخفاكم بأن المملكة العربية السعودية عضو في الجي 20. تعد التأشيرة السياحية حدثا مهما في مسيرة السياحة السعودية، وتفتح آفاقا سياحية متنوعة للمملكة، وتساهم في التعريف بكنوز المملكة التراثية العريقة، حسب ما أكد سمو الأمير منصور بن ناصر سفير المملكة لدى سويسرا في مؤتمر صحفي أمام الصحافة الدولية والمؤسسات السياحية الأوروبية. اختيارنا لإطلاق هذه المبادرة اللي هي الفيزا السياحية في هذا المهرجان السينمائي في مدينة زيوريخ لإطلاقها عالميا لدى النخبة في المجتمعات الدولية، وهذا يعطي زخم أكبر للمبادرة الطيبة التي ستكون مفيدة للزائرين ولجميع ضيوف المملكة العربية السعودية. باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين أرحب في ضيوف المملكة العربية السعودية وأهلا وسهلا. من خلال مشاركته في مهرجان السينما العالمي، وجه سمو الأمير منصور بن ناصر رسالة إلى المجتمع الدولي من مدينة زيوريخ السويسرية، شارحا فيها مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وأهمية التأشيرة الدولية التي تساهم في تعزيز فرص العمل والتواصل بين شعوب العالم وبناء الجسور ما بين الثقافات ودعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة. إطلاق التأشيرة السياحية للزائرين الدوليين يعد حدثا سياحيا مهما للمملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقا سياحية لمعرفة التراث وكنوز المملكة العربية السعودية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، زيوريخ.